أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله ما شاء فعل. يعني احنا كنا في اتجاه يعني المدينة ديال سيدي بن نور اللي كنا غنقيموا فيها المعسكر ديال المقابلة ديال أولمبيك اليوسفية، على بعد تقريبا 3 كيلومترات من الوصول ديالنا للفندق. يعني تعرضنا لواحد الحادث كان غير منتظر لأن كاينه أشغال في الطريق. يعني كنظن ان الشركه اللي كانت كتشرف على الاشغال في الطريق لغات العقد ديالها، وبالتالي بقات الاشغال متوقفه، وبالتالي ما كانش يعني كانت واحد رومبوا اللي ما كانش فيها الاناره، والسائق ما انتبهش في اخر لحظه اللي نبهته تصرف بسرعة، ولكن كانت الحافة قريبة من الطريق وبالتالي انقلبت منها الحافلة. الحمد لله كان الكثير من الإصابات والردود عند اللاعبين اللي كانت أسهل لي، وكنتمناو أنهم يرجعوا لنا في أقرب وقت ممكن ويتشافوا في أسرع وقت ممكن إن شاء الله، ويرجعوا للعائلة ديالهم. هو المساعد ديالي أنس عزيم اللي فقد اليد ديالو، وكذلك هشام العروي هداف الفريق اللي توا خضع العملية الجراحية في الحوض ديالو. هادو هما اللي كانوا إصابات بالغة. كذلك الممرض ديال الفريق كريم سعيدي اللي توا باقي كيرقد في المصحة. أما بالنسبة لجميع اللاعبين فكانت كما قلنا ردود متفاوتة للخطورة، والحمد لله الجميع الآن يعني في واحد الحالة نفسية جيدة، رغم أننا يعني مأثرين بزاف سيرتو نفسيا، لأنه كانت واحد الصدمة كبيرة. ماشي من السهل فريق يتعرض لقلب الحافلة ديالو وتعرض للحادثة اللي كانت يمكن توصل لشي أمور لا تحمد عقباها. الحمد لله اللي جات الامور على هذا الحال. كنظن ان اللاعبين الان كيتمتعوا بواحد يعني براحه نفسيه من بعد ما تقامت لهم الكشوفات الجميع ديالهم، وتبين انهم ما عندهمش شي حاجه اللي خطيره. كنتمنى ان اللاعبين جميعا يتمتعوا للشفاء ونخرجوا من هذه المحنه ونواصلوا يعني العمل ديالنا يعني بجديه ومسؤوليه كما خديناه من اول الموسم. كنظن ان الفريق هذا الموسم كيتمتع بواحد ليطا ديسبري يعني اكسيبسيونيل، كاين ان اسبري دو جروب، كنعيشوا اجواء جميله لا في 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 في, في التدريب ولا في السفريات ديالنا، وهذا منعكس على الفريق ايجابيا من خلال النتائج اللي كيحققها. كنظن اننا ان شاء الله احنا عازمين اننا نرجعوا بقوه ونفرحوا الساكنه ديال قنيطره. كما كتعرفوا النادي اللي كيتعد مرجعيه في كره القدم الوطنيه، ويعني اللي كانت عنده القاب كثيره سواء على مستوى البطوله او الكاس. وهو بالمناسبة كنبغي نشكر حتى السلطات في سيدي بن نور اللي قاموا بالواجب وتنقلوا يعني بسرعة، ويعني قاموا لا الإسعاف ولا درك ملكي، قاموا بالواجب كما يجب. يعني لقينا كل العناية وكل يعني الاحترام والتقدير، وكنشكرهم من هذا المنبر. كذلك ما نساوش فريق ديال نهضة الزمامرة في شخص الرئيس ديالو سعد عبد السلام بالقشور اللي قدم الكثير للفريق، حافلة التغذية كل ما واكبنا منذ يعني الحادثة حتى وصلنا للمستشفى الزرقطوني. كنقدموا ليه جزيل الشكر، وكنتمناو ان هذا الحديث ما نحاولوش مره اخرى نشوفوه يوقع في شي فريق اخر ان شاء الله. الحمد لله لحد الان الامور مستقره عند الجميع. من بعد الحادثه اللي طرات الامس على الساعه 8:30 تم نقل 5 حالات على وجه السرعه من مدينه سيدي بن نور لمدينه الدار البيضاء بهذه المساحه الخاصه لتلقي العلاجات الضروريه، في حين لوريس ديال لوفيكتيف
مشى للمستشفى الاقليمي بسيدي بن نور لتلقي الاسعافات والفحوصات الاوليه. هذيك الحالات اللي جاوا خمسة تبين ان جوج منهم كانت الحاله ديالهم شي شويه صعيبه، مما استدعى اجراء عمليتين، عمليه على مستوى اليد للسي انس عازم، وعمليه على مستوى الحوض للسي هشام العروي، اللي دابا الحاله ديالهم مستقره. نتمنوا يرجعوا لنا في اقرب وقت ونعرفوا عليهم غدا ان شاء الله في الصباح المستجد حول مده الغياب ديالهم والعلاج ديالهم نتبعوه. الحالات الاخرى اللي كانوا بداوا العلاج في مدينه سيدي بن نور دوزوا ليله الامس الحمد لله مستقره. في هذا الصباح تم نقلهم من مدينه سيدي بن نور للمدينه الدار البيضاء عبر حافله اللي خلوها لنا فريق نهضه الزمامره، واللي كنشكرهم من هذا المنبر اللي وقفوا معنا لوجستيكيا في هذه الحاله، اللي نقلناهم لهذه المساحه الخاصه لتتبع الفحوصات المعمقه. اللي الحمد لله الحاله مستقره، كنتسناو غير الحوار مع طبيب الفريق لتحديد مده غياب كل لاعب. يعني في المجمل الحمد لله الحاله مستقره حول الجميع ولا تستدعي قلق الجميع. شكرا. هي ما كانش بالسهل هذا الخبر، كانت فاجعه لا في مدينه القنيطره ولا في المغرب الكامل، حيت انا شخصيا كنت في مدينه الرباط صدي الطريق ديك الساعه بالليل بمعيه الاعضاء اللي ما كانوش مع الفريق. شدينا الطريق بالليل وصلنا لمدينه الجديده للتطمن على اللاعب انس عزيم، من بعدها صفنا لمدينة الدار البيضاء، عدنا لمدينة سيدي بن نور. كان صدمة كاع اللاعبين، راك تعرفوا لابانيك. الحمد لله الحاجة اللي فرحنا لها هو ما كاينش خسائر في الأرواح، والحاجة اللي كانت مزيانة هو تضامن الجميع، تضامن الشعب المغربي كافة، كاع الفرق المغربية تضامنوا، بزاف ديال الفرق ديبلاصاو عندنا وساونا، منهم فريق فتح سيدي بن نور اللي دوزوا معنا ليلة ديال الأمس ونهار اليوم، فريق نهضة الزمامرة اللي كما قلت وفروا الحافلة من مدينة سيدي بن نور جينا للدار البيضاء، فريق الدفاع الحزين الجديد اللي جاو عندنا للمستشفى الإقليمي بجديدة، يعني وكاع اتصالات من كاع الرؤساء ديال المغرب كامل. يعني هاد الألفة اللي كانت الحمد لله حنا كنشكروا الجميع عليها، وكنبغي نشكر عامل صاحب الجلالة بمدينة القنيطرة وعامل صاحب الجلالة بمدينة سيدي بن نور ورئيس المجلس البلدي ديال مدينة القنيطرة، السلطات المحلية والمنتخبين لمدينة سيدي بن نور على الوقوف ديالهم مع الفريق. الحمد لله حاولنا نوفروا جميع ما يستلزم لإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ العلاجات اللازمة. كنتمناو ان مده الغياب ديال اللاعبين ما تكونش كبيره باش ما تاثرش علينا، نتمناو خير، نتسناو التقارير الطبيه المعمقه باش نعرفوا مده الغياب ديال كل لاعب. لانه واخا الدكتور هيفتي متواجد بقطر متابع اللاعبين كاملين بواحد فعلا هو متابع الملفات ديال اللاعبين كاملين واحد بواحد. الحمد لله كنتسناو طبيب الفريق الدكتور عصام بن قضاض ينسق مع المصحه اللي تتبع العلاج. شنو بغيت تقول للعائله ديال اللاعب؟ الحمد لله كنبغي نقول لهم ان ما يتخلعوش على وليداتهم. الحمد لله اللاعبين كاملين ديالنا دابا حالتهم مستقره ولا تستدعي القلق.